288 مليون دولار سيارات وادوات اتصالات والكترونيات. ففي فرق طبعا. مستوى دخل الفرد كان عندهم في بدايه النهضه بتاعتهم في بدايه الخمسينات 87 دولار للفرد، النهارده معديين ال 20,000 دولار للفرد الواحد. النقله دي حصلت باهتمام بحاجه واحده بس اللي هي التعليم. التعليم، والتعليم قبل السن كمان، عشان كده بيجي دور الاسره مهم جدا، لان قبل السن مين الحاضن الاساسي؟ الاسره. وده تجديد الخطاب التربوي. الأسرة مهمة جدا، الأسرة مش بس الأب والأم، كمان المحيط العائلي. إزاي الناس اللي موجودة يبقى عندهم هدف معين بيزرعوا في الطفل الانتماء، الانتماء للبلد. كوريا الجنوبية عندها مقولة مهمة جدا، يعني غير الانتماء، إن هم ركزوا على الانتماء، ركزوا على الاحترام، الاحترام للمعلم. صوري المعلم بيقول له لو أنت شايف ظل المعلم لا تدوس بقدمك عليه. دي من التعليمات اللي عندهم، تعليمات روحانية طبعا. الاهتمام بالتعليم بالشكل ده خلى فيه ثروة، فيه يعني أعلى معدل، أعلى معدل في العالم في التعليم بعد الثانوي هو في كوريا الجنوبية. في كوريا الجنوبية نسبة الأمية عندهم 4%، 96% من الشعب متعلم. نسبة الأمية في الأطفال صفر. الأطفال لغاية 18 سنة صفر تقريبا، يعني 100% كله متعلم. عاوز اقول لحضرتك ان الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالتعليم محور المنهج، البنيه التحتيه للمدرسه، البنيه كلها بقى، المنظومه بتاعه التعليم كلها مهمه جدا، لان احنا في مؤشر التنافسيه الدوليه للاسف احنا مؤشرات التعليم بتاعتنا متدنيه شويه. طبعا متدنيه قوي. احنا 139 في جوده التعليم الاساسي من 140 دوله. ايوه باراجواي بس اللي تحتينا. في برضه التعليم العالي والتدريب احنا تقريبا 111 من 140 دوله. فجوده التعليم مهمه جدا، يعني مش بس ان انا اهتم بشكل التعليم كبنيه تحتيه، ما يقدم كمان من مناهج تعليميه ومحتوى طبعا. طيب دكتور احمد، احنا ربما كان المنتدى ده زي ما قلنا فرصه او بدايه او خطوه اولى على الطريق للتعرف على اراء ويعني ورؤى ومواقف الشباب، مش بس في القاهره او المحافظات الرئيسيه، لا في محافظات اخرى ربما لم يصل اليها فكره الاستماع لاصوات مواطنيها وتحديدا الشباب منهم. ومن هنا برضو كان أهمية الاستماع ليهم هم تحديدا ربما أكتر من المحافظات الرئيسية أو الكبيرة زي القاهرة واسكندرية والجيزة وما إلى ذلك. في المنيا تحديدا عدد كبير من الشباب اللي شاركوا في فعاليات المنتدى حتى الآن طلبوا بتطبيق وعود إشراك الشباب في الحياة السياسية وتمكينهم بالفعل، واستعانوا كمان أو يعني إدوا مثال بالتجربة أو نموذج الإيطالي تحديدا اللي كان فيه عدد كبير من الوزراء في الحكومة الإيطالية من الشباب. ده بيؤشر على وعي برضو الشباب في محافظة المنيا، وهي من المحافظات طبعا يعني اللي ممكن يكون فيها مشاكل كتيرة متعلقة بالظروف الاجتماعية والمستوى والمعيشة وما إلى ذلك. وبرضو بيدي مؤشر عن إنه احنا عايزين نسمع صوت الشباب في المناطق دي اكتر، ونحاول فعلا نقرب منهم ونستمع ليهم ونحاورهم ونناقشهم. تمام. وطبعا الحوار في مبدئين كويسين قوي او مهمين قوي في الاداره الحديثه، اللي هو الامباورمنت والانفولفمنت، المشاركه والتمكين. الاثنين دول لو احنا فعلناهم بشكل كويس في النواحي الاداريه والنواحي الحياتيه هيحصل تغيير نوعي وفريق وسريع وفعلي. فلما انا انزل للمستوى الانسان المحبط او الانسان اللي فعلا متضايق، اسمع منه وعاوز ايه، مش اسمع منه واطبق الكلام ده في الدرج، لا اطبقه بالفعل. يعني تكون هذه الاليات محل تطبيق واهتمام. صحيح. بالفعل. صحيح. وده اللي الاراده السياسيه بدات تظهر في الناحيه ديت، ودي شيء جيد. ان ما يكونش الموضوع مجرد لقاءات فقط. بالظبط. وده اخشى ما اخشى ان يفرغ هذا المنتدى او ان يحصل بقى يبقى شكل بدون مضمون. المفروض ان هذه الاشياء تفعل في شكل اليات، ولن تفعل في شكل اليات الا بالنزول للمستوى بتاع الناس. خلي بال حضرتك ان الشاب النهارده محبط زي ما احنا اتفقنا، والاحباط ده لازم يبقى له علاج برضه، يعني طبعا. في دور على الشاب نفسه. يعني خلينا خاطب الشباب دلوقتي، انت بالنسبه لك لازم تنسى الشهاده، لان 1 ل 3% بس هم اللي بيشتغلوا بالشهاده. صحيح.
لو انت ما انتش من 1% مش من الثلاثة الأوائل على الجامعة خلاص يبقى انت انسى الشهادة تماما وابدأ اشتغل. النهاردة في مهارات مهمة جدا يعني بيبقى طبيب أو مهندس أو خريج تجارة أو غيره وما عندوش مهارات القيادة ما عندوش مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين. خد الكورسات دي وفي دلوقتي توجه للدولة لصناعة القائد والاهتمام بإعداد القادة للمستقبل. صحيح. اهتم بالمهارات دي يعني بيطلع يمسك منصب قيادي أو منصب إداري وما بيعرفش يتعامل مع الناس. في 18 نوع من أنواع المرؤوسين، هل عرفت إزاي تتعامل معهم؟ ما يعرفش. القيادة مش القيادة 2% فقط منها فطرية أو تالنت، إنما 98% منها مكتسبة. هل أنت نميت نفسك؟ حدد هدفك، شوف نقاط القوة اللي عندك ايه، شوف نقاط الضعف اللي عندك ايه عشان تتغلب عليها او تتخلص منها. الشاب مش لازم بابا وماما والدولة هي اللي تعمل له كل حاجة، لا انت عليه لازم دور برضو بالضبط. دور حضرتك كشاب الى جانب الدولة، الدولة دورها مهم والأسرة دورها مهم، ولكن بنسبة كبيرة جدا الشباب لازم انت تحدد هدفك ولازم تلتحق بالبرامج اللي تثقل مهارتك ويتعلم ازاي يتوائم ويتكيف مع الظروف المحيطة ومعطياتها ويستفيد بها اقصى استفادة ممكنة لتمكين نفسه او لتحقيق ذاته. يعني بالضبط، هو وقوفه على انا عاوز ايه، قدراتي ايه، يا ترى انا عندي امكانيات ايه، ايه اللي اقدر استغله في الفرص اللي متاحة، لو ما فيش فرصة ازاي اصنع هذه الفرصة، يا ترى ايه نقاط الضعف اللي عندي في اللغه، في التواصل مع الناس، في التعامل مع التكنولوجيا الحديثه، لان الثوره كلها العلميه والتكنولوجيه لازم يكون هو وثيق الصله بيها. طبعا التطور الكبير اللي حاصل كله تكنولوجي تقريبا. فانت فين من الكلام ده؟ هل انت بتلحق بيه ولا عاوز برضو صوره معينه؟ انسى الشهاده، ركز على قدراتك، ركز على ازاي هتوصل للكلام ده، تستغل الفرص المتاحه دلوقتي، الدوله بتوفر لك فرص، حاول تستغلها. انا عاوز بس اصرخ في اذن كل شاب اقول له انسى بجد شهادتك، انسى شهادتك، لان احنا عندنا جاب بين التعليم وسوق العمل، ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، الى ان يتم حل هذه المشكله. فانسى انت الحته دي واصنع فرصتك بنفسك. صحيح. اوقف على قدراتك واشتغل على نقاط الضعف اللي عندك، ونمي برضو القدرات ديت، نمي القدرات ديت واستغل الفرص المتاحة ان انت توصل لهدف انت صنعته بنفسك. طيب دكتور احمد، برضو في نفس التوجه للقيادة السياسية، كان في برضو الاعلان عن البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وبيتم حاليا تدريب حوالي 2500 شاب وشابة من مختلف برضو المحافظات المصرية على تنمية قدراتهم من اجل يعني تمكينهم في المناصب السياسية في مصر. شايف ازاي الخطوة ديت؟ هي خطوة جيدة وكويسة، ولكن أنا عاوز أضيف لها حاجة. أنا عاوز يبقى في مصداقية عشان نعمق الانتماء شوية لدى الشباب. لازم يكون في على الأقل 5% من الخريجين المتميزين أوفر لهم فرص عمل، ما فيهاش كلام. ده هيزود الاهتمام، هيزود الانتماء. حضرتك نرجع لتجربة كوريا الجنوبية، ليه الشباب بيقعدوا الساعة 2 بالليل في الشوارع بياخدوا دروس لدرجة ان هم بيطفوا النور عليهم عشان يروحوا ويناموا ويصحوا الصبح يروح المدارس، عشان هو واثق ان هو لو اشتغل على الماس والساينس بالذات، عشان هم كده جايبين رانك عالي قوي في الاتجاه العلوم والرياضيات، عارف ان هو هيدخل كلية الهندسة لو خرج 20 واحد من الاوائل هيتخرج يشتغل في سامسونج، هيشتغل في كيا، عارف هيشتغل في الشركات من دلوقتي. بالظبط. الدولة بتلزم هذه الشركات، مش بس الحكومية، القطاع العام والقطاع الخاص، ان هو ياخد 5% من الناس دي، الى جانب اللي حضرتك بتقوليه بقى اللي هو صناعة القادة 2500 شاب. انا خلاص انا خدت دول بره ال 5%، يعني دول يبقوا تمام، دول داخلين ده هيعمل حالة من الرضا نوعا ما، الرضا وهيفك الاحباط عند الناس وهيبقى فيه مصداقية. صح. انا عارف انا، طب انا اتعلم ليه؟ ما انت بتسمع الكلام ده من الشاب بيقول لك طب انا ابذل مجهود ليه؟ طالما انا كده كده هقعد مش هلاقي شغل بسهولة. فلازم يبقى هو عارف، يبقى فيه هدف، انا ازرع له الهدف ده. ومعلش انا عارف ان احنا عندنا نسبة بطالة عالية وعندنا حجم العاملين في الدولة 7 مليون تقريبا، وديت نسبة عالية طبعا، ولكن انا مش هخسر حاجة لو فرضت على القطاع الخاص والقطاع الحكومي نسبة معينة لن تتعدى ال 2500 برضه، يبقى انا عندي 5000 شاب ضامنين ان هم يشتغلوا. ده هيعمل اقبال على التعليم وجوده. صحيح. في التعليم، وهيعمل حراك شويه وهيفك الاحباط
ويزود الانتماء. انا من غير الانتماء وهيأكد انه بالفعل احنا بنسعى لتمكين الشباب بطرق عمليه وواقعيه. ده اكيد. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر في ختام حوارنا دكتور احمد عيسى عبد الله خبير التنميه البشريه.